الموسم الرابع بكرة الجامعات ومباراة مهمة في المجموعة الثالثة واللي بتضم جامعة دمياط وجامعة حورس، وهفكركم بالنتيجة. جامعة طنطا 100، جامعة سادات محافظة المنوفية 30. وحصل عندنا تغيير واحد في جامعة السادات، آية علي رجعت مكان منة الله شبل. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. آية علي ونجوى راضي، نجوى راضي وآية علي. هتبتدي الأول يا آية. نجوى اتفضلي عن تسليم، هتسمعي أغنية وترجعي لنا تاني. كم سؤال؟ 10 أسئلة. في كم ثانية؟ 45 ثانية. تمام. نطمن على نجوى. نجوى تمام؟ تحت الضغط كاونتر. ما هي عاصمة دولة الأرجنتين؟ بيونس إيرس. صح. غريبة الناس هي أغنية الفنان اللبناني، فمن هو؟ وائل جسار. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة كندا؟ دولار. صح. كاتب مصري راح المؤلف كتاب حوار مع صديقه الملحد، فمن هو؟ مصطفى محمود. صح. من هو السياسي الألماني الملقب بالمستشار الحديدي؟ ولينغتون. غلط. كم عدد الشهور في 3 سنوات؟ 36. صح. فنانة مصرية راحلة قامت بدور حسنية في فيلم الفتوة، فمن هي؟ نجوى فؤاد. غلط. كم عدد ألوان علم دولة جزر القمر؟ 3. غلط. في أي دولة تقع مدينة ملبورن؟ تفضلي. تفضلي. كم إجابة صح؟ 5. 5 إجابات صحيحة و25 نقطة. كويس، مش وحش. سليم، عايزين نجوى تنضم لينا. نجوى عايزة تعرف إيه اللي حصل معايا ولا لأ؟ تعالي مكاني. أنا قلت 9 أسئلة وسؤال 9 قلته بس آية ما لحقتش تجاوب، أوكي؟ أوكي. عايز الإجابات بصوت واضح. تحت الضغط كاونتر. ما هي عاصمة دولة الأرجنتين؟ بوينس آيرس. صح. غريبة الناس هي أغنية الفنان اللبناني، فمن هو؟ جورج وسوف. غلط. ما هي العملة الرسمية لدولة كندا؟ دولار. صح. كاتب مصري راح المؤلف كتاب حوار مع صديق الملحد، فمن هو؟ مصطفى محمود. صح. من هو السياسي الألماني الملقب بالمستشار الحديدي؟ ميركل. غلط. كم عدد الشهور في 3 سنوات؟ 36. صح. فنانة مصرية راحلة قامت بدور حسنية في فيلم الفتوة، فمن هي؟ ضحى كاريوكا. صح. كم عدد ألوان علم دولة جزر القمر؟ 5. صح. في أي دولة تقع مدينة ملبورن؟ أستراليا. صح. تفضلي. تعالي يا آية لسه. كم إجابة صح؟ مش عارف. 7 إجابات صحيحة ب35 نقطة، وفي 10 نقط هدية كمان من آية. تعالي نشوف الأسئلة اللي ما جاوبتش. من هو السياسي الألماني الملقب بالمستشار الحديدي؟ بسمارك. بسمارك. تمام. آخر سؤال ما لحقتش أقوله، سؤال العاشر. كل الأسئلة بعد كده تجاوبت. نحيي كلنا آية ونجوى. نجوى وآية اتفضل. النتيجة اتغيرت. خلينا نعرف النتيجة يا نجوى. كنتوا كام؟ كنا 100. 100. كم إجابة صح؟ 7. 7. 35 نقطة، وعشر نقط هدية من آية. 145. قلت لآية شكرا ولا لا؟ شكرا. آية كم إجابة صح؟ 5. 5. كنتوا كام؟ كنا 30 وبقينا 55. 55. تمام. الفقرة اللي جاية بالنسبة لكم مصيرية، لأن طبعا لو جامعة طنطا كسبت ال 25 نقطة اللي جاية، إيه اللي حصل؟ باوي. كسبوا المباراة. مش بس كده، كمان سكوركم في النقاط والإجابات الصحيحة هيفرق جامد جدا. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. نجوى وآية اتفضلوا. آية ونجوى، والسؤال الأول والهدف الأول هنشوف لمين. آية نجوى. آية نجوى. تاني. آية نجوى. مستر صداقي. السؤال الأول. فنون، فنانة قامت بدور نبيلة في فيلم
احترس من الخط، فمن هي؟ لبلبة. لبلبة الهدف الأول من إخراج سمير سيف. كان معاه مين؟ عادل إمام، وكان معاه كريمة مختار تقريبا، كان معاه سمير صبري وأسامة عباس، وهدف بلا مقابل محمد فتحي وإسلام النويهي. طبعا يا فتحي حاول تجاوب عشان هدفين يعني 50% خلصت إن شاء الله. سؤال تاني رياضة، ما هو الفريق الفائز ببطولة الـ NBA موسم 2019-2020؟ إجابتك تورنتو رابترز. إسلام إجابة خاطئة. البطولة رقم 17 لي مين؟ شيكاغو بولز. هارد لك إجابة خاطئة. اتلخبطت بقى، هو مين بقى؟ هو 2019-2020 لوس أنجلوس ليكرز، وبعد كده ملوكي باكس اللي قبلهم تورنتو رابترز. فأنا مين اللي كسب بقى؟ ليكرز كسبت مين؟ لا مش جولدن ستيت ووريرز، مش فاكر. أو بس ميامي هيت بإجمالي 4-2. هارد لك يا إسلام. والماتش الأخراني كان ماتش قوي جدا، 106-93، هدف بلا مقابل. طبعا إسراء لو جاوبتي صح رجعت ب 25 نقطة. نهال حاولي تجاوبي علشان تنقذي ما يمكن إنقاذه. ربنا يستر. بالظبط كده، ربنا يستر. السؤال الثالث، حل المسألة الآتية، 566 في 9 على 6 يساوي كام؟ ما لحقتيش. حد حاول؟ 449. لا غلط، الإجابة الصحيحة 849. تفضل شادي وحسام، حسام وشادي. والسؤال الرابع، شادي لو جاوب صح رجع ب 25 نقطة، محمد حسام ما عندكش اختيار غير التعادل علشان يبقى في فرصة الهدف الذهبي. السؤال الرابع جغرافيا، بحر سرجاسو هو جزء من أحد المحيطات، فما هو؟ محيط الهادي. محيط الهادي إجابة خاطئة. أطلنطي. أقصى عمق للبحر ده 7 كيلو، 7000 متر. الأطلنطي أو الأطلسي إجابة صحيحة. برافو عليك يا شادي، الهدف الثاني لجامعة طنطا والمباراة اتحسمت. ألف مبروك جامعة طنطا، التأهل لدور الثمانية. محدش هيقدر يوصل للسكور اللي انتوا جبتوه ده غير سكور الماتش الأولاني، فما معاكوا 6 نقاط، فأنا شايف إن جامعة طنطا اتأهلت لدور الثمانية. ألف مبروك. جامعة سادات الفرصة لسه موجودة عشان انتوا عندكم 3 نقاط من الماتش الأولاني، لازم تكسبوا الماتش اللي جاي يبقى عندكم 6 نقاط، فالدنيا تختلف. هنشوف هتعملوا ايه الماتش اللي جاي. هارد لك لجامعة السادات. فريق طنطا فريق قوي ما شاء الله، يعني الإجابات موجودة، ثقة، تفكير، فعلاً يستحقوا اللقب عن الموسم الثاني والثالث. جامعة سادات داخلين الماتش خايفين ومرعوبين، قبل ما المباراة تبتدي هم عارفين ان هم مش هيكسبوا ماتش النهارده. إجابة صحيحة. الإجابة لما طلعت غلط اطمنت ان المباراة اتحسمت لينا وقدرت احرز اخر هدف واكد الفوز واكد 25 نقطة. بالرغم اننا مستعدين وجامعة طنطا كويس، بس دخل ما بيننا التوتر وما قدرناش نجاوب، بالرغم ان معظم الأسئلة كانت عندنا. ألف مبروك لجامعة طنطا، عن جدارة عن جدارة عن جدارة. خلينا نشوف جامعة طنطا هتعمل ايه وجامعة سادات هعملوا ايه في عجلة الحظ. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة
فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 95 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 190 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 450 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية.